على المهم، أنت على ما يبدو ما عم تشتغل بنوب، ما هيك؟ بس شغلك محفوظ. تعال اشتغل عندي وبراتب ممتاز. شو قلت؟ يعني شو بدي استناك لتوافق؟ خلاص روح، روح عند المحاسب وخذ سلفي. هلا ما فيني ادفع لك راتب كبير، بس مع الوقت راتبك رح يرتفع حسب شغلك. يعني شو رأيك؟ تقبل تشتغل مو هيك؟ طبعا بقبل اشتغل، فخر إلي استاذ، شرف كبير. معقول ارفض؟ الشغل معك فرصة كبيرة وما بتتعوض بنوب. ألف مبروك. شكرا استاذ، الله يبارك فيك. لا شو القصة؟ ليش فايتين هيك؟ خير؟ سعيد معصب كتير، جانن على الآخر. قلنا منضل بهالملجأ لتهدى العاصفة. يه؟ وشو السبب؟ الشباب والسكرتيرة ونحنا عم بيخانق دبان وشه. أيوة، معناته ممكن هالعاصفة تصل لعندي. قالوا نعم؟ أنا رايح على الصيد، شو رأيك مر أخذك معي؟ بس أنا ما بحب هالشي كتير، شكراً. داليا خانم، أنت عرفانة أني عم بتحجج بالصيد، ما هيك؟ يعني أنا ما بقدر قلك بدي شوفك وحاكيكي ومشتاق لك كتير، وماني من هداك النوع اللي بيقول خلينا نروح على السينما. ايه انا بالشغل هلا وعندي شغل كتير ومو فاضيه ومعجوقه كتير. انا بتصل فيك. شكرا لك، شكرا كتير. مين هاد؟ البنك، هاد من البنك. لبنى، اجاني شغل وبمكتب محاماة كبير ومحترم، وصاحبه بيكون استاذي. ألف مبروك، فرحت لك. اليوم ما في معكرونة، جبت خضرة ولحمة، بدنا نعمل سفرة غير شكل. كيف أمي؟ منيحة، فائت، أكلت لقمتين من شوي طلعت تنام. طيب أنا حأطلع أشوفها وبعدين بجي بساعدك بالأكل، ماشي؟ أنا ما بحب إنه حدا يحرجني بهالطريقة عماد بيك. أنا ما عم بحرجك، بس بنبسط لما أنت بتكوني معي، يمكن لأنه كلامي ما بيمشي عليكي مثل باقي البنات اللي عرفتها. إيه، وسعيد كمان ما بيمشي كلامك عليه، وتركتوا بعضكم لأنه هو اختار يكون منافسي. عماد بيك سعيد رفيق الطفولة ومديري بالشغل كمان، هو كتير غالي علي، وبعتقد إنه ما بيصير التقي مع واحد بيشوفه منافس إله. بس يمكن الحق معي، بتسمعي الحكاية وبعدين بتقرري. وما سمعت منه كمان، وما عندي فضول اسمع، وبعدين ما كتير بتفرق معي. أنا رح أوقف في صف سعيد حتى لو ما كان الحق معه. بس مانك مجبورة توقفي بصف حدا.
أنا بصراحة ما بأمن بالحيادية أبداً. لازم كون مع صديقي بكل الظروف ولو شو ما كان. داليا، أنت حاطة حواجز بيناتنا. هلأ أنت عم تحمي حالك مني، ما عم تحمي سعيد، بس ما في داعي لهذا الشيء. أنا ما معي سلاح أبداً، وهالوضع كتير عاجبني، وأنت كتير عاجبتيني. يا الله شو حلوة هالمناظر، لو جدي عاش بهالضيعة ما كان مات يمكن. إذا بدك أنا بعطيك إياه للبيت الريفي. وشلون زبطت معك كلمة البيت الريفي بالفصحى مع كلمة بعطيك إياه بالعامية؟ والله أنت فظيعي مات بيك. ليكي، أنا عن جد عم بحكي، خدي البيت وعيشي فيه. لا يسلموا، أنا في عندي عائلة وهالعائلة ما بتعيش إذا أنا ما اشتغلت. غريبة، حتى لما الواحد بده يدعمك بتمنعيه وبتعملي له موشح طويل عريض. أنا بس كنت عم أقول إنه لا تقول. طيب ماشي، سكتت. أنت شو عم تساوي عماد بيك؟ كان في أرنب بس فضل حضرتك هرب. مو اجينا لنصيد؟ مو على اساس الصيد حجة؟ تجي على مكان ما بيعيشوا وبتمشي بالغابة تبعهم وبتنبسط بالمناظر وبعدين بتقوس عليهم؟ عيب يا داليا. شو صار؟ تجاوزت حدودي؟ طبعا، انت معلش تعمل اللي بدك يا، وما حدا بيحق له يقول لك شيء، ما هيك؟ انت فيك تقولي اللي بدك يا، ماشي؟ خلص من اليوم ورايح ما رح أوس ولا أرنب ولا أي حيوان. ولا أي حيوان، هيك عجبتني. عجبتك؟ أنت زلمة بتجنن وغير شكل عماد بيك. هيك ها؟ مو حرام؟ طيب عادي، كل الناس بتصيد. طيب خلينا نشرب شي سخن. تشربي شاي؟ شو رأيك؟ دم الغزال. بطلت اشرب شاي. داليا خانم، أنا ضابط داليا خانم، يعني ما في داعي تخافي مني بنوب. هو كنت شاردل هيك خفت. إيه مو مشكلة، صاير تطورات جديدة. معلش نحكي كلمتين؟ بشو يعني؟ هلأ بتعرفي.